بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى ما سميناه بمذاكرة للفصل الثاني مع السنة الرابعة من التعليم المتوسط، واخترنا لكم هذه الوضعيات المقترحة من طرف زملائنا الأساتذة. إذن فهذا هو الموضوع المقترح، يتكون من وضعية أولى ذات جزئين، يعني موضوع واحد مجزأ إلى جزئين، ثم وضعية إدماجية تضم في طياتها الأمن الكهربائي والمادة وتحولاتها، في حين أن الموضوع الأول بجزئيه، يعني جزءه الأول يتكلم عن الظواهر الميكانيكية وتوازن جسم صلب خاضع لقوتين، وفي جزئه الثاني يتكلم كذلك عن المادة وتحولاتها. إذن فبدون إطالة مع الجزء الأول في الوضعية الأولى، يقول في الشكل المقابل كرة أو كرية حديدية رمز لها بالرمز S معلقة بخيط F موجودة في حالة توازن. السؤال الأول يقول لماذا الكرة هي في حالة توازن؟ ثانيا يقول حدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة الحديدية وصنفها حسب نوعها. عفوا. ثم في المطلب الثالث يقول مثل الأفعال الميكانيكية التي تخضع لها الكرة، ويكون التمثيل كيفيا. إذن فالكرة سبب توازنها أو وجودها في حالة توازن يدل على أنها في هذا المثال أو في هذا التطبيق أنها خاضعة لقوتين، هاتان القوتان تحققان شرط توازن الجسم الصلب S وهو الكرة. ما هما شرط التوازن؟ لا شك أنكم تعرفتم على هذا. فالشرط الأول أن هاتان القوتان أو هذين الفعلين الميكانيكيين ينبغي أن يكونا متعاكسان في الاتجاه ومتساويان في الشدة. إذن قلنا فالقوتان متعاكستان في الاتجاه ومتساوية الشدة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لهما نفس الحامل، بمعنى لا يكفي أن تكون متساويتان ومتعاكستان. إذن فالشرط الثاني ينبغي أن يتوفر ليتحقق توازن، هو أن القوتين تكونان محمولتين على نفس الحامل. إذن هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. قال السؤال الثاني حدد الأفعال، قلنا نحدد. إذن فالأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة في هذه الحالة هي كما ذكرنا فعلان. إذن فالأول هو فعل الخيط على الكرة، ورمزنا له بالرمز، هنا نسينا شعاع من المفروض F، شعاع لF على B، أي B أو S، يعني رمز لها بالرمز B على أساس أنها بالون، في الحقيقة هو رمز لها بالرمز S، نرمز S لا عليه. إذن فعل الخيط على الكرة S، F شعاع لF على S أو على B لا يهم. إذن هذا بالنسبة للفعل الأول. قال صنفه، يعني أين نصنف هذا النوع من القوى؟ فهذا النوع هو ذو تأثير تلامسي موضعي، يعني لكي يؤثر الخيط في جسم ما أو في الكرة ينبغي أن يكون متلامسا معه، مترابطا ميكانيكيا معه، ويكون هذا التأثير موضعي، يعني في نقطة واحدة. الفعل الثاني هو فعل الأرض على الكرة، F شعاع لT على B، F شعاع لT على B، وممكن أن نكتبه P شعاع، يعني نفس المعنى. فهذا الفعل هو فعل، يعني في تصنيفه هو فعل بعدي، أي أن الأرض تؤثر على الأجسام عن بعد. وهنا ننبه، حتى ولو كان
الجسم آس ملامسا للأرض، فهذا لا يعني أنه تأثير تلامسي، فهو تأثير بعدي. إذن وهذا النوع من التأثير هو تأثير موزع، يعني فالكرة أو فالجسم أو الكرة الأرضية تؤثر على أي جسم في جميع نقاطه، إذن نقول هو تأثير موزع أو تأثير سطحي. ولكن في التمثيل نأخذ محصلة هذه التأثيرات والتي تتمثل في المركز. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني، مثل الأفعال. لنمثل الآن الأفعال المؤثرة. إذن نمثل الكرة، ثم مثلنا الحامل للقوتين، حامل الثقل وحامل الخيط، هما متطابقان. هنا مثلنا أولا قوة شد الخيط، يعني الخيط يشد الكرة إلى الأعلى، رمزها F شعاع لF على B. في نفس الوقت يكون تأثير مساوي ومضاد له هو تأثير الثقل، والذي رمزنا له بالرمز F شعاع لT على B، أو قلنا نقول B شعاع نفس المعنى. إذن هذا بالنسبة للجزء الأول. نمر إلى الجزء الثاني. يقول عند حرق الخيط سقطت الكرة أو الكرية الحديدية في إناء بلاستيكي به محلول حمض كلور الماء، صيغته الشاردية H زائد زائد Cl نقص، كما هو مبين في الوثيقة المقابلة. يقول فانطلق غاز، هذا الغاز له ميزة يحدث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل منه. واحد يقول سمي الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية. إذن فالغاز المنطلق وصيغته الكيميائية، إذن فالغاز المنطلق هو ثنائي الهيدروجين، يعني عرفناه من خاصيته المتمثلة في الفرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل. صيغته الكيميائية هي H2. المطلب الثاني يقول اكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية ووازنها. أي تفاعل حادث؟ هو قال بأنه عندما سقطت الكرة في الإناء البلاستيكي المحتوي على حمض الكلور HCl انطلق غاز، بمعنى حدث تفاعل، فنكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية وبشكل متوازن. إذن فلدينا Fe اللي هو الحديد في حالة صلبة، زائد حمض الكلور H زائد زائد Cl نقص كما أعطي لنا محلول بطبيعة الحال، يساوي أو يعطي لنا قال غاز الهيدروجين H2 في حالة غازية، وينتج محلول جديد هو كلور، ثنائي كلور الحديد أو كلوريد الحديد، كلوريد الحديد الثنائي. قال وزنها، نعم نحن وزننا المعادلة، لاحظ بأنه لدينا ذرة حديد واحدة، إذن أعطت لنا شريدة حديد واحدة، يعني لا تخلط بين الشحنة وعدد الذرات. هنا هذه الشحنة هي معذرة، هذه الشاردة هي شاردة ثنائية، بمعنى ظهرت عليها شحنتين موجبتين، لأنها فقدت، يعني هذه الذرة فقدت إلكترونين. هذه الشاردة الحديدية الثنائية لكي تتعادل مع شاردة الكلور، شاردة الكلور السالبة هي أحادية، فينبغي أن تأتي شاردتان من الكلور لتتجاذب مع شاردة الحديد الثنائية لكي يحدث التعادل والتوازن الكهربائي. إذن ولكي نحصل على شاردتي كلور وجزيء هيدروجين، ينبغي أن يكون لدينا في المتفاعلات جزيئين أو نموذجين من HCl. ثم في المطلب الموالي يقول أذكر المبدأ الذي نعتمد عليه في موازنة المعادلة السابقة المكتوبة بالصيغة الشاردية. يعني عموما المعادلة الشاردية أو المعادلة بصفة عامة، حتى ولو كانت إحصائية، يعني جزيء بالصيغة الجزيئية، فلكي نكتب هذه المعادلة ونوازنها
نراعي أمرين أو ننتبه لشرطين، هو مبدأ انحفاظ الكتلة ومبدأ انحفاظ الشحنات. ولنقل باختصار الانحفاظ الكتلي والشحني. إذن فانحفاظ كتلة المادة بمعنى الذرات أو كمية المادة التي كانت في المتفاعلات ينبغي أن نجدها في النواتج، ولا يهمني شكلها إن كانت شاردة أو كانت غازا أو كانت مادة صلبة. بمعنى آخر يعني إذا فرضنا أن كمية الحديد زائد كمية حمض الكلور تساوي مثلا 2 غرام، يعني هذا 2 غرام تفاعلت مع بعضها البعض، فحتما النواتج نجد 2 غرام حتما، يعني هذا ما سميناه بانحفاظ الكتلة. وقد فسرنا في المراحل السابقة انحفاظ الكتلة راجع لانحفاظ الذرات نوعا وعددا، ينبغي أن ننتبه لهذا. إذن فقلنا المبدأ المعتمد في موازنة معادلة التفاعل هو مراعاة انحفاظ كتلة المادة. الأمر الثاني، ما دمنا نتكلم في معادلة شاردية فنراعي انحفاظ الشحن نوعا وعددا. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ بأنه لدينا شحنة هيدروجين، شحنة موجبة يعني شحنة ظاهرة موجبة على الهيدروجين، وشحنة سالبة لكن مضروبين في 2. بمعنى في المتفاعلات لدينا شحنتين موجبتين ولدينا شحنتين سالبتين. إذن فهذا الرقم وهذا النوع ينبغي أن نجده في النواتج. لاحظ في النواتج لديك شحنتين موجبتين، إذن هاي شحنتين موجبتين في النواتج، هاي شحنتين موجبتين في المتفاعلات. نفس الشيء بالنسبة للشحن السالبة، لدينا 2 مضروبة في ناقص 1، 2 في ناقص 1 بمعنى ناقص 2 هنا. إذا ناقص 2 هو في النواتج، ها هي في المتفاعلات كذلك ناقص 1 مضروبة في 2 أي ناقص 2. إذا هذا ما نسميه بالانحفاظ الشحني، انحفاظ الشحنات نوعا وعددا. إذا ألخص وأقول، المبدأ المعتمد في موازنة معادلة التفاعل المكتوبة بالصيغة الشاردية نراعي فيها انحفاظ كتلة المادة وانحفاظ الشحن نوعا وعددا. قال لماذا في المطلب الرابع، السؤال الرابع، لماذا تحفظ المحاليل الشاردية مثل محلول حمض كلور الماء في أواني بلاستيكية؟ إذن فتحفظ المحاليل الشاردية بصفة عامة سواء كانت ملحية أو حمضية أو بأي صيغة أخرى، المهم تكون محاليل شاردية، فتحفظ إما في أواني بلاستيكية أو زجاجية. لماذا؟ لكي لا تتفاعل مع مادة الإناء أو الوعاء الذي يحويها. فنحن إذا حفظنا هذه المحاليل الشاردية سواء ملحية أو حمضية، إذا حفظناها في إناء معدني فإنها قد تتفاعل مع المعدن ويحدث ما لم يكن في الحسبان من مخاطر أو من إتلاف المادة التي أردنا أو المحلول الذي أردنا حفظه. إذن هذا بالنسبة لسبب حفظ المحاليل الشاردية سواء كانت حمضية أو ملحية في الأواني البلاستيكية. نمر إلى الوضعية الإدماجية أو الوضعية الثانية. يقول أرادت الأم استعمال الغسالة إلا أنها لاحظت أنها تصاب بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة، كما لاحظت أمر آخر هو انسداد أنبوب صرف المياه أو الماء نتيجة ترسب الكلس فيه الذي صيغته الكيميائية هي CaCO3. السؤال الأول أو المطلب الأول أو المهمة الأولى، يقول ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية؟ اقترح حلا لذلك مدعما إجابتك برسم تخطيطي. إذن فسبب الشعور بالصدمة عند لمس هيكل الجهاز يدل على أن سلك الطور يلامس الهيكل، كما يدل على أن التوصيل الأرضي غير موجود أو لا يعمل، يعني أن الغسالة غير محمية بالتوصيل الأرضي. إذن فهذا هو سبب الشعور بالصدمة.
قال ماذا تقترح أو اقترح حل لذلك ودعم إجابتك برسم تخطيط. إذن فحل هذا المشكل يتم بعزل الطور عن الهيكل، بمعنى يجب أن نقوم بصيانة لهذه الغسالة، يعني على المستوى الذي يلامس الهيكل، يلامس فيه الطور هيكل الغسالة نقوم بعزله. مثلا قد يكون الطلاء الذي كان موجودا في البرغي، برغي التثبيت، قد زال، وبالتالي صار المعدن أو السلك يلامس المعدن مباشرة. إذن نستطيع أن نقوم بطليه بالبرنيق أو ما شابه ذلك، نعزله جيدا عن الهيكل، ثم بالإضافة إلى ذلك نوصل الجهاز بالتوصيل الأرضي. إذن قلنا نستعمل التوصيل الأرضي لحماية المستعمل من صدمات الكهرباء. التوضيح بالرسم بعد الإصلاح. إذن تصبح الوضعية بهذه الكيفية. إذن ها هي لدينا الغسالة، صورة لهيكلها الخارجي، لديها في القطاع، قطاع يعني سلك التوصيل من الغسالة إلى المأخذ، يكون في العادة وفي الأصل سلك أو قطاع ثلاثي، بمعنى يتكون من ثلاث أسلاك، سلكين مذكرين وواحد مؤنث، يعني في نهاية القابس أو في نهاية القطاع نجد عملية عكسية للمأخذ، يعني لدينا مذكران ومؤنث ليتوافقان مع المأخذ الذي يكون العكس له، مذكران ومؤنث. إذن فالمهم سلك أول للطور آتي من المحرك، سلك ثاني للحيادي آتي من المحرك كذلك، محرك الغسالة، وسلك ثالث وهو التوصيل الأرضي يكون موصول بهيكل الغسالة. إذن فنوصل التوصيل الأرضي في هذه الحالة عند استعمال الشخص للغسالة. إذا حدث تسريب كهربائي من الأسلاك إلى الهيكل فالأولى به أن يمر إلى التوصيل الأرضي ليتسرب إلى الأرض وليس إلى جسم الإنسان، لأن ناقلية السلك تكون أجود من ناقلية الإنسان، وبالتالي فهو يختار الطريق الأسهل ولا يصاب الإنسان بصدمة كهربائية. إذن السؤال الثاني يقول ماذا تقترح على الأم لمعالجة مشكلة انسداد أنبوب صرف الماء؟ برر إجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية. إذن فهذا الإشكال يتم حله باستعمال حمض كلور الماء، أي نضيف أو نفرغ كمية من حمض كلور الماء في أنبوب الصرف ونقوم بسده لوقت كاف حتى يتم التفاعل والانحلال. قلنا لماذا، يعني كيف، يعني ما هو المبرر، لماذا عندما نضيف حمض أو نضع حمض الكلور في الأنبوب الذي يترصب فيه كلس كربونات الكالسيوم يزول هذا الإشكال أو يحل هذا الإشكال؟ لماذا؟ قلنا لأن حمض كلور الماء يتفاعل مع كربونات الكالسيوم المترصبة فيحللها في المحلول الناتج، وبالتالي يزول الراسب، ثم بعد ذلك نصرف هذا المحلول، يعني ننظف الأنبوب من مواد التفاعل بإفراغ الماء وصرفه. نؤكد هذا الكلام بمعادلة كيميائية. نعم، إذن فالمعادلة الكيميائية تتمثل في كربونات الكالسيوم الصلبة حينما نضيف لها حمض الكلور H زائد زائد Cl ناقص، فإنها تتفاعل مع بعضها أو يتفاعلان مع بعضهما ليعطينا لنا ثلاث نتائج أو ثلاث نواتج: ثنائي أكسيد الكربون، يعني ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون ويتحرر الماء، بالإضافة إلى ذلك يتكون محلول كلور الكالسيوم، ثنائي كلور الكالسيوم. إذن هذا المحلول ثنائي كلور الكالسيوم هو الذي نتج عن تفكك الكربونات الكالسيوم التي كانت راسبة. إذن تشكلت في ثلاث مواد، قلنا حمض الكلور تفاعل مع كربونات الكالسيوم فنتجت لدينا ثلاث نواتج: يتصاعد ثنائي أكسيد الكربون، ينتج الماء، وينتج حمض كلور أو ينتج كلور الكالسيوم.
محلول كلور الكالسيوم. محلول كلور الكالسيوم سيكون ممتزجا مع الماء، يعني أنت لا تلاحظ فرق بين المادتين، يكون لديك محلول لنقل متجانس، خليط متجانس. إذن محلول مائي منحل فيه كربونات أو كلور الكالسيوم، معذرة. إذن هذا المحلول الذي حصلنا عليه قلت نصرفه بإفراغ الماء حتى ننظف الأنبوب من هذه المواد. بعد ذلك يقول كتبنا المعادلة: أذكر ثلاث احتياطات أمنية لحماية أو تحمي من أخطار استعمال المواد الكيميائية. من بين الاحتياطات الأمنية التي يجب اتخاذها أو التدابير التي يجب اتخاذها أثناء التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية عموما، تتمثل في الآتي: أولا، هذا أمر مهم جدا، المحافظة على الملصقات التعريفية لهذه المواد. يعني نحن حينما نشتري مواد كيميائية سواء كانت على شكل محاليل أو مواد صلبة، نجد عليها ملصقات بطاقات تعريف، يعني على الأقل تدل على اسم المادة ودرجة خطورتها وتاريخ انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى توصيات أخرى كالمواد التي تتعارض معها أو تشكل معها خطورة، بالإضافة إلى تعريضها أو عدم تعريضها للضوء، درجة الحرارة إلى آخره. إذن لذلك فالإجراء الأمني الأول يتمثل في الحفاظ على هذه الملصقات لكي لا تحدث ما لم يكن في الحسبان إذا استعملها الإنسان لاحقا وهو يجهل طبيعة هذه المادة. الأمر الثاني، الاطلاع ومعرفة بعض خصائص هذه المواد لتفادي مخاطرها. يعني الإنسان مطالب بالبحث والمعرفة والاطلاع على خصائص المواد التي يتعامل معها. إذا كان مثلا فلاح يتعامل مع مواد كيميائية، ينبغي أن يعرف بعض الخصائص الهامة. لا نريد أن لا نقول أن يلم بكل الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المادة، ولكن ما هو ضروري أثناء التعامل، فحتى لا يقع ما لا يحمد عقبه. إذن يطالع على أهم خصائص هذه المواد، يعني المواد التي تتفاعل معها والأضرار التي قد تحدثها وكذا وكذا. الأمر الثالث وهو لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو استعمال وسائل الوقاية أثناء استخدام أو استعمال هذه المواد الكيميائية. وسائل الوقاية ليست بالأمر الشاق، يتمثل في نظارة لحماية العينين من الغازات التي قد تتطاير وتتصاعد نتيجة التفاعلات، والقناع أو الكمامة على الأنف والفم، والقفازات. يعني هذه أقل الوسائل التي يتم استعماله. في حالات قد يستعمل حتى اللباس الخاص، لباس خاص بهذه المواد ليستعملها. إذن هذه هي أهم ثلاث احتياطات ذكرناها لكي نكون على دراية وعلم بخطورة هذه المواد التي نتعامل معها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.